عملت ايه؟ لسه فندم بيحاولوا يوصلوا لمكان تليفونها. مفيش حاجه اسمها بيحاولوا، انا لازم اعرف الناس دي مين، وسلمى اتبات النهارده في بيتها. ماشي يا باشا. كابتن كابتن، بعد اذنك يا ابو الكبات. بعد اذنك يا باشا حبيب قلبي، كل سنه وانت طيب يا حاج. طيب كل سنه وانت طيب. اؤمر. ايه في عزا النهارده ولا ايه؟ عايز ايه يعني؟ لا اصلك لابس اسود يعني، مش عادتك يعني. وانت تعرفني؟ مش القصد يعني، بس يعني مغمقه ليه كده يا باشا؟ مالكش انت دعوه بالموضوع ده. معلش انا بس كنت ديليفري ورد، وكنت جاي اسال على فيلا عبد المجيد عبد حميد. لا مش هو ده. الله، ازاي مش ده الكيلو 600 واحد وعبد المجيد؟ ما قلت لك انت غلطت، مفيش حاجه اسمها كده. ازاي؟ مش ده مخرج 8؟ ايه مخرج ده؟ لو انت داخل بتلاقي مكتوب مخرج 8. تقصد مخرج؟ امال ده كومباوند ايه؟ ده اسمه كومباوند علا. دي جامده بقى علا دي عشان بعد ده. هتهزر يا ابني؟ طب انا اسف. تخرج من هنا على بره على طول. حقك. اتفضل. حقك عليا يا باشا. جاكي شان ما ماتش. ايه ده، انت ايه اللي جابك هنا؟ جاي الملاهي يا عم، ده حتى التذكره اهي. فالدم ما ماتش.